هلو، النهارده هنتكلم على الاوبتريشن والسيلر والاوبتريشن تكنيكس. طيب هبتدي الاول بس بالسيلر. سيلرز اللي عندي انا مين هتكلم على ثلاثه، زنك اوكسيد جينول ورازم بي سيلر وبايو سيراميك سيلر. طيب زنك اوكسيد جينول كنا بنستخدمه فتره كبيره قوي ولسه في ناس بتستخدمه، بس بطلنا نستخدمه شويه بسبب كذا مشكله. اولا اتس هايلي ايريتنت لو عدى الايبكس، بيعمل ستيننج للتو ستراكشر، والمشكله الثانيه كمان ان هو بيحصل له شينكج وبرده سوليبل. تمام. طيب ايه الحلو اللي فيه؟ ان هو عنده انتي ميكروبيال اكتيفيتي كويسه. اوكي، ده بالنسبه للزنك اوكسيد جينول. طيب بالنسبه بقى للرازم بي سيلر زي الاي اتش بلس، ده الجولد ستاندرد، ده اللي بيستخدم، ده الجولد ستاندرد، ده اللي بيتكتب في البيبرز وكل الكلام ده. مينيمال سوليبيلتي، اتس بايو كومباتبل، وكمان كومباتبل كمان مع الكوربل دبس اللي هتتحط. طيب البايو سيراميك بقى سيلرز اللي هم كالسيوم سيليكيت فاميليز، دول نفس العيله بتاعت الام تي اي، طبعا غنيين على التعريف يعني. ده بيجاب في سيرنج بري ميكست، بيتباع حتى بالجرام وبالاثنين جرام من كتر ما هو بيبقى اكسبنسيف كمان. ده بيحصل له هيدروكسي ابيتايت بوندنج للدنتين، عاملين له بيحصل له بوندنج يعني، وعاملين له جاتا بيركا كمان مخصوص فيها بايو سيراميك بارتكلز عشان يحصل لها بوندنج. ده يعني ذا موست بايو كومباتبل، ذا ليست ايريتنت، بيحصل له سلايت اكسبانشن ابون سيتنجز، واتس هيدروفيليك، يعني مش لازم تنشف كمان 100%. طيب يعني ايه بس ما تنشفش الكنال 100%؟ عشان برضو في ناس بيفهموها غلط ان هما ما ينشفوش الكنال خالص او يسيبوا فلويدز بزياده. دلوقتي اي سيلر في الدنيا عشان يتحط لازم الكنال تبقى كومبليتلي دراي، دراينس كويس ما بيبقاش فيها اي حاجه. اوكي، البايو سيراميك عشان يتحط ممكن تنشف الكنال بس بمايكرو سكشن، بس يعني تتاكد ان مفيش فلويد جوه، بس الكنال تبقى مويست. اوكي، عشان اتس هيدروفيليك، اتس بيتر فور اتس بوندنج يعني. ده بالنسبه للبايو سيراميك سيلر. طب بحط السيلر ازاي؟ ممكن تحطه بلنتولو سبايرال على اللو سبيد اللي هو الكلام بتاع التكست بوك، يا اما ممكن تحطه بالجيتا بيرك بتاعتك، يا اما ممكن تعمله انجكشن جوه. بس لو هتعمله انجكشن بليز قصر التيب عشان ما يبقاش في الايبكس فيحصل له اكستروجن. اوكي، عشان السيلرز حتى لو بايو كومباتبل مش احسن حاجه ان هم يحصل لهم اكستروجن. لو حصل اكستروجن منك بسيط بسبب الكومباكشن فورس بتاعتك مفيش مشكله، بس يعني ما يبقاش الهدف ان انت تكسترود سيلر وتعمل سيلر باف يعني يبقى ده لا، يعني هو مش التارجت ان الواحد يعمل سيلر باف. انت ممكن تعمل سيلر باف وانت مش منظف الكنالز باي ذا واي، باي اكسترودنج سيلر، ودي مش حاجه صح. ف ده بالنسبه للسيلرز. طب بالنسبه للجيتا بيرك، دايما في سؤال يتقال، انا دايما الجيتا بيرك بتاعتي مش بتوصل للفول وركينج لينس اللي انا انضف ليه. عليه عشان بكل بساطه الجيتا بيرك بيبقى في حاجه اسمها مانيفاكتشرر ايرور. يعني ايه مانيفاكتشرر ايرور؟ يعني الجيتا بيرك بتاعتي بيبقى في ايرور فيها مش بتبقى نفس السايز اللي مكتوب عليه. عادي موجوده في معظم الجيتا بيركس وتس مانيفاكتشرر ايرور ومعروف. اوكي، فبكل بساطه هتعمل ريكابتيليشن، يعني توصل للفول وركينج لينس بتاعك تنضف تاني وتعمل اريجيشن وبيتنسي، وتوصل بالماستر ايبيكال فايل تنضف تاني وتعمل اريجيشن وبيتنسي وتتاكد ان انت منضف الدنيا. لو ما نفعش تجيب السايز الاصغر وتجربه. اوكي، عشان السايز الاصغر ممكن يكون فيه مانيفاكتشر ايرور ويبقى اكشن هو اكبر شويه من السايز بتاعه. يعني السايز 30 مش شرط يبقى 30، ممكن يبقى 32، ممكن يبقى 33، ممكن يبقى اكشن 35. ف اتس ا ترايل وتجرب، مش شرط ان الجاتا بيركا تخلص تخش تلاقيها هي مظبوطه، صعب قوي الكلام ده يحصل. اوكي، طيب في حاجات يعني في ناس بيحبوا يجيبوا جاتا بيركات سايزز كتير، وفي ناس بيحبوا يجيبوا الكاليبر اللي هي المسطره، او في اجهزه دلوقتي بتقطع انك انت بتحط الجاتا بيركا مثلا بتاعتك سايز 30 وتنقلها لسايز 35. اوكي، فانا هقول لكم على تيبس اند تريكس تظبط معاكم الدنيا شويه في ازاي تظبطوا الجاتا بيركا اكوردنج للتكنيك اوف اوبتريشن. خلاص، دلوقتي احنا هنتكلم دلوقتي بقى على الاوبتريشن. خلاص، احنا كده اتكلمنا على الجاتا بيركا والمانيفاكتشر ايرور بتاعها واتكلمنا على السيلرز. خلاص، فانا خلصت كليننج وشيبنج بتاعي وجاي اعمل اوبتريشن. في تكنيكس كتير قوي في الاوبتريشن. اوكي، بس مينلي احنا هنستخدم لاترال كوندنسيشن، يا اما هنستخدم كونتينيوس ويف اوبتريشن. كونتينيوس ويف اوبتريشن بنجيب له جهاز مخصوص اللي هو ثيرموبلاستيسايز جاتا بيركا، حاجه بتعمل انجكشن لجاتا بيركا، وحاجه تانية بتحرق الجاتا بيركا، هيت سورس بيخش يقطع الجاتا بيركا. تمام؟ طيب هنتكلم الاول على اللاتر كوندنسيشن. طبعا كل الناس عارفين اللاتر كوندنسيشن، سبريدرز واوكزيلريز وكل الكلام ده.
حلو. طيب لما نيجي دلوقتي مخلصين بروتري فايلز وعايزين نقفل بلاتر كوندنسيشن، هنقفل ازاي؟ هقول لكم تظبطوها ازاي. دلوقتي احنا مخلصين فور اكزامبل بروتري فايل السايز بتاعه 25 تيبر 6%. حلو كده؟ 25 تيبر 6. طب انا لو جبت جتا بيرك 25 تيبر 6 برضه ينفع اعمل لاتر كوندنسيشن؟ مش هينفع اعمل لاتر كوندنسيشن. فهروح جايب جتا بيرك 25 تيبر 4. ليه؟ عشان اعمل سبيس. حلو كده؟ بنجيب الجتا بيرك الاول نقيسها ونشوف ان هي مظبوطه، مش اكسترودد، مش قصيره وكل الكلام ده. لو قصيره بنجيب السايز الاصغر منها ونظبطها على المسطره، لو معديه نجيب السايز الاكبر منها وهكذا. تمام؟ يبقى انا لو هقفل لاتر كوندنسيشن وانا مخلص الكنال بتاعي على تيبر 6 بنزل على التيبر اللي اقل منه عشان يبقى في سبيس ادخل فيه سبريدر. حلو كده؟ جميل. طيب لما اجي ادخل سبريدر، في سبريدرز نيكل تايتانيوم بتخش تاخد كيرف بتبقى لذيذه، لو مفيش مفيش مشكله هاتوا سبريدرز بس نوع نضيف. خلاص؟ انا دلوقتي دخلت الجيتا بيركا بتاعتي 25، هقول لكم بقى تيبس اند تريكس عشان تعملوا اللاتر كوندنسيشن بشكل كويس. مشكلة اللاتر كوندنسيشن ان الناس بيدخلوا السبريدر كل مرة في مكان مختلف، دي أول غلطة، وتاني غلطة ان هما مش بيسيبوا السبريدر وقت كفاية، فأنت بكل بساطة هتدخل الماستر كون بتاعك وتجيب السبريدر تدخله ثبته بقى على بوينت تبقى اللاين انجل بتاعت الكنال عشان تبقى سهل تفتكرها، يعني مثلا وتبقى سهل كمان عشان تشوفها، يعني أنا لو شغال أبر 6 ميزيو باك الكنال دخلت الجاتا بيركا بتاعتي هدخل السبريدر في الميزيو باك اللاين انجل، أوكي؟ وأسيبه ل 10 ثواني. بعد كده اشيله، لما اشيله بقى بيبقى سايب لي تراك واضح وصريح، اروح مدخل فيه الاوكزيلري واروح مدخل السبريدر تاني وهكذا. الحاجة التانية اللي أنا بحب أعملها في اللاتر كوندنسيشن إن أنا بختار السايز بتاع البلاجر بتاع الحرق، أوكي؟ بشوفه على قد الأرفس، يبقى على قد الأرفس مش واحد كبير أقفل بيه وخلاص. فأنا بختاره على قد الأرفس بحيث إن أنا أروح مدخل حرق بالظبط عند الأرفس، فما يبقاش فيه إكسس في الفلور كتير. وبحرق كنال كنال وبعمل اوبتريشن كنال كنال، اوكي؟ فدايما لما تيجي تعملوا اوبتريشن تبتدوا من اكبر كنال واكبر كنال واسعه وبعد كده الاصغر كنال، ولما تيجي تعملوا كليننج وشيبنج تبتدوا باصعب كنال وتخلصوا عند اسهل كنال عشان الفايلات تبقى استهلكت في الكنال الصعبه الاول، اوكي؟ يبقى انا كده في اللاتر كوندنسيشن التيبس اند تريكس اللي عندي اقولها لكم ان انتوا تختاروا الجتا بيركا ازاي؟ خلاص ان هي تبقى التيبر بتاعها اصغر من السايز بتاع الروتري فايل اللي انتوا مستخدمينه، اوكي؟ والحاجه الثانيه ان انتوا السبريدر يبقى متظبط في نفس البوينت كل مره ويتساب شويه فور 10 سكندز مثلا عشان لما يتشال يسيب لك تراك، اوكي؟ والسيلر بيتحط بس على الماستر كون مش على كل اوكزيلري بتحطه عشان الدنيا بس ما تلغوصش منك وما تبقاش شايف. خلاص بليز بلاش فورس في السبريدرز، بلاش فرصة عامة في الاوبتريشن حتى كمان بالبلوجرز عشان ما يحصلش أي كراكس وفيرتيكال فراكشر. ده بالنسبة للاتر كوندنسيشن، أوكي؟ طب بالنسبة بقى للكونتينيوس ويف اوبتريشن اللي هما في ناس بيقولوا عليه فيرتيكال كونتاكشن. الكونتينيوس ويف اوبتريشن بيبقى جاي لي جهاز فيه هيت سورس. الهيت سورس ده بيبقى عبارة عن بان بيخش يحرق الجتا بيركا جوه. طب أنا بقى هنا محتاج اوكزيلرز؟ لأ. أنا محتاج جتا بيركا واحدة بس. طيب تضاربت الأقاويل في إن أنا أستخدم تيبر 4 ولا تيبر 6 لما تبقى أنا مخلص على تيبر 6، يعني أنا لو مخلص الكنال بريباريشن الروتري فايل على تيبر 6% في ناس بيقولوا استخدم جتا بيركا تيبر 6 وفي ناس يقول لك لا بلاش عشان بس ما يحصلكش فول ستوب باك. تمام؟ طيب تعرف منين فول ستوب باك مش من فول ستوب باك؟ اولا لو فول ستوب باك الجاتا بيركا بتاعتك لو دوست عليها بيحصل لها رينكلينج في الميدل هاف مش في الايبيكال هاف. تمام؟ وعايز تبقى اون ذا سيف سايد استخدم تيبر 4، استخدم تيبر 4 جاتا بيركا وتاكد ان هي قافله ايبيك، مفيش مشكله، ما هو كده كده كل ده هيتحرق، بس تيبر 6 بيبقى اسهل شويه في انك انت عندك اماونت اوف جاتا بيركا اكتر تقدر تعمل لها كومباكشن. خلاص؟ بس لو خايفين من الفول ستوب باك او مش عارفين تحكموها كويس استخدموا تيبر 4. المهم الهيت سورس اللي احنا هنستخدمه الاول بنجربه جوه الكنال من غير اي جاتا بيرك على اساس ان هو يقطع ويسيب تحت 5 مللي ل 7 مللي. خلاص؟ وهندخل الجاتا بيرك بتاعتنا ونجيب الهيت سورس وننزل نقطع بيه لغايه لما نسيب تحت 5 مللي ونطلع، وبيبقى عندنا بلاجرز هوريك كل ده في اللايف ديمو.
وبيبقى عندنا بلاجرز. البلاجر دي فايدتها ان هي تخش تعمل تابنج للجتا بيركا وتتاكد ان هي ادابتد للول كويس. خلاص كل ده انا هوريه لكم تحت الميكروسكوب وهشرحه تاني، انا بس بدي هنتس الاول على ازاي نستخدمه. خلاص يبقى انا قبل ما ادخل الجتا بيركا بتاعتي بجرب السيستم بي نفسه وصل ولا لا، او الهيت سورس اللي انا بستخدمه، وبجرب البلاجرز. خلاص بعد كده ادخل الجتا بيركا واقطع اسيب اخر 5 ميلي. خلاص بعد كده بحضر الثيرمو بلاستيسايزد انجكشن جتا بيركا اللي انا هستخدمها، بروح مدخلها وهي سخنه، وهي سخنه لازم تبقى سخنه، ادخلها تلمس الجتا بيركا تحت. بعد كده اروح اعمل انجكشن للفيرست ويف، بعد كده اروح جايب البلاجر اقعد اتاب على الجتا بيركا. اوكي وبعد ما اتاب على الجتا بيركا بفضل دايس شويه، بفضل دايس شويه علشان ما يحصلش الشينكج. اوكي واحقن تاني وهكذا لغايه لما املا الكنال كلها. اوكي الكونتينوس ويف اوبتريشن از ذا بيست تكنيك اوف اوبتريشن عشان هي اكتر حاجه ما بتسيبش فويدز. اوكي بستخدمها موست كومنلي مع مين؟ مع الريزن سيلر. طب انا لو هستخدم البايو سيراميك سيلر، في بيبرز دلوقتي وحاجات طالعه بتقول لك ان انت لو عايز تستخدم بايو سيراميك سيلر بيتاثر شويه بالهيت بتاع الهيت سورس، بس اكشلي ممكن تقلل الهيت ل 150 ديجري، يعني مش لازم تعدي ال 200 زي ما بتعمل مع الريزن، لا قلل الهيت ل 150 وكمل. فكده كمان انت ممكن تستخدمه مع بايو سيراميك سيلر. الكونتينيوس ويف اوبتريشن بيفيدنا في ايه بقى؟ اللي هو التكنيك بتاع اللي في ناس بيقولوا عليه سيستم بيو اوبتيورا، اللي هو السيرمو بلاستيسايز جاتا بيركا ويبقى عندي هيت سورس. بيفيدنا في انك انت في كيسز هو بصراحه بيعملها حلوه قوي. لو انا مثلا فور اكزامبل عندي اوبن ايبكس وهعمل ام تي اي ايبك البلاك تحت، الجزء اللي فوق ده هملاه بايه؟ هملاه بالجن، هعمل انجكشن. اوكي دي حاجه. لو عندي انترنال ريزوبشن، الكوره اللي جوه اللي معمول لها انترنال ريزوبشن هملاها بايه؟ الجن بيفيدني. لاتر كونستيشن بيبقى صعب قوي في الحاجات دي. لو عندي لاترال كانالز بيتنت وبيخش فيها سيلر وجاتا بيركا، ما هو ده هو ده اللي هيخش، اللاتر كونستيشن صعب قوي يخش. لو عندي مثلا فور اكزامبل سي شيب كانالز، قلنا السليت اللي في النص دي هتتملي بايه؟ ما هتتملي بانجكشن جاتا بيركا. ايه تاني يا ربي؟ لو عندي سبليت تايب 5 عايز ادخل ماستر كون هنا واقطعه، وادخل ماستر كون في السبليت الثانيه واقطعها واعمل انجكشن للبي. فانا كده ميلي الكونتينوس ويف اوبتريشن بيحل لي مشاكل كتير قوي، واتس ذا بيست تكنيك اوف اوبتريشن، واكتر حاجه تخليك مطمن وانت بتعمل اوبتريشن. افضل ان هم دول التكنيكس اللي انا اتكلم عليها في اوبتريشن عشان هم دول موست ريبروديوسبل وهم دول اكتر حاجه كومن. هعمل لكم لايف ديمو دلوقتي على مش اللاترال كونتنسيشن بقى، هعمل لكم على كونتينوس ويف اوبتريشن عشان تشوفوا ازاي بيقفل الكنال 3 دايمنشنال واتس بريتي ريبروديوسبل في الشغل. اي ريلي هوب ان الاوبتريشن يبقى اتفهم علشان اتس فيري امبورتنت. واخر حاجه هقفل بيها الاوبتريشن ان زي ما احنا عاملين جود ايبيكال سيل لازم برضو نعمل جود كورونال سيل حتى لو بتمبري فيلنج. الثيكنس اوف التمبري فيلنج لازم تبقى 4 مليمتر، وما ينفعش التمبري فيلنج يقعد اكتر من اسبوعين. اوكي قبل الكورونال سيل. وبليز لو انتم مش انتوا اللي بتقفلوا الروت كانال وراكو، اتاكدوا ان اللي بيقفل الروت كانال وراكو لازم يبقى عامل ايزوليشن وحاطط بوندد ريستريشن عشان ما يحصلكش كورونال ليكج. اوكي كوز كورونال سيل از ماتش از امبورتنت از الايبيكال سيل. اوكي اي ريلي هوب ان انتم ما تكونوش اتلخبطتوا في الحاجات دي، عشان انا حاولت ادخل حاجات ادفانسد مع الحاجات البيزك عشان ما يبقاش بس حاجات بيزك بس، حتى كمان في الكلينينج والشيبنج والحاجات دي. سي يو ان شاء الله في اللايف جام. باي باي.